هلا بهذا الفيديو هو طبعا الجزء الثالث من كيفية الحصول على تأشيرة أو فيزا لألمانيا. مثل ما ذكرنا بالفيديوهين الأولانيات اللي لازم تتابعوه لحتى توصلوا لهالفيديو هذا الثالث، إنه لازم في أمور لازم تعرفوها قبل التقديم على التأشيرة. كل تأشيرة يعني كل في التأشيرات في إلها أنواع، كل نوع له متطلبات تختلف عن التاني من حيث المحتوى العام، المحتوى الخاص عفوا. أما المحتوى العام لأنه راح يكون جوا السفر صورة كذا، فلازم تقروها أو تشوفوها. أول شيء جواز سفر صالح لمدة عام على الأقل، الشيء هذا بيعتبروه طبعا من أحد الشروط لحتى يعرفوا إنه أنت قادر إنك تسافر خلال الفترة اللي راح تجي فيك راح تجي قبول الفيزا. لا يكون طبعا فيه تلف، هذا كمان شيء مهم. صورة شخصية حديثة يلي هي بمقاس أي صورة شخصية لأي هوية أنت بتتصورها، يلي هي 4.5 × 3.5 سنتيمتر. أن تكون صورة لم يمر عليها أكثر من 6 شهور، كمان هذا لازم يكون شيء معروف حتى الموظف وقت يطلع فيك ما يبين عليه أي اختلاف لأنه كل شيء جديد. في شغلة كتير مهمة هون اسمه خطاب الدافع، يعني إنه شو اللي خلاك تدور أو تبحث عن الحصول أو بدك يعني يكون عندك فيزا للعمل في ألمانيا. يسموه خطاب الدافع، يعني خطاب المحفز إلك. شو هو؟ من شروط فيزا البحث عن عمل في ألمانيا ما يعرف في خطاب الدافع، وفيه تذكر لماذا تبحث عن وظيفة. بدك يعني لازم تكتب شيء كويس أو يكون عن ناس عندها خبرة. إن شاء الله أنا بدور ببحثكم راح أنزل فيديو عن الموضوع على، وأين ستقيم وما مدة إقامتك في ألمانيا وماذا ستقدم في الدولة في حال حصولك على وظيفة. يعني الأسئلة هي في أي واحد يجاوب عليها، بس لازم نستعين بحدا عنده خبرة بالموضوع هذا الأفضل طبعا، لأنه هون بألمانيا الأوراق هي المستوى الأول من حيث التقدم لأي وظيفة. لأي شيء لازم يكون في معك أوراق، لازم يقتنعوا طبعا بالأوراق، يعني ما في شيء اسمه شفوي أو ما في شيء اسمه يلا مشيها. الشيء الثاني خطة البحث عن عمل، لازم يكون عندك خطة. تذكر بالخطاب هذا إنه أنت في عندك الشركة الفلانية، الشركة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، حيكون عندك العناوين تبعتها باسم الشارع وين موجودات بأي ولايات، تنسخ العنوان كامل وتحطه بالملف تبعك إنه أنا عم بدور بهاي الشركات عن عمل وراسلتهم. وإذا كنت راسلت هاي الشركات لازم يكون عندك كوبي نسخة عن الإيميلات اللي أنت خاطب فيها الشركات. هذا الشيء طبعا كتير هو قبول العمل عندك. السيرة الذاتية طبعا اللي هو بسموها ليبنسلاوف هي شيء كتير مهم كمان موجود بألمانيا. لازم ينكتب باللغة الألمانية وينبعت على السفارة تاخده معك. السيرة الذاتية الخاصة فيك اللي هي طبعا بترفق مع طبعا مكتوب باللغة الألمانية، شو هي مؤهلاتك، شهاداتك، خبراتك العلمية والمهنية وهواياتك. الهوايات كمان هاي لا تستهينوا فيها، لازم تكتبوها لا تنسوها. شهادات خبرات السابقة كمان لازم يكون عندك. شو عندك، شو عملت بحياتك، كل شيء عملته بحياتك إذا كان معك براء هذا كثير شيء كثير كويس. إذا كان عملت شهر مثلا كتجربة، شهر كتجربة بمعمل لنقول معمل بسكويت اللي هو فيك تستخف فيه، بس هذا الشيء كثير مهم إنه أنت قضيت حياتك كلها خبرات هون وهون وهون وهون، لازم كلها. إذا كان عندك أوراق فهذا الشيء كثير مهم كويس، والشخص اللي عم يسمعني موجود بألمانيا بيعرف الشيء هذا. يجب أن ترفق شهادات الخبرة التي سبق وحصلت عليها من أماكن قد تكون عملت فيها من قبل، مذكور فيها أنك شخص جيد وذات تقييم عالي من المؤسسات التي عملت بها. مثل ما حكينا شهادة كثير كويس. شهادات إثبات المؤهل العلمي، هذا كمان شيء معروف لازم تجيبه معك. ومعدل طبعا عليك تقديم مؤهلك العلمي على موقع معاهدة الشهادة الألمانية.
وجيب تقرير اللي أنت حصلت عليه للسفارة، إثبات الإقامة في ألمانيا اللي طبعا هي أهم شروط الفيزا، تقدم إثبات لمكان إقامتك، أين ستعيش، مع من ستسكن، إذا كان لديك أقرباء أو أصدقاء. في ناس بتعمل على سيرة الأوتيلات أو الفنادق أو السكن، ففي ناس بتعمل حجز وهمي بفندق. حجز وهمي طبعا بده مصاري، بندفع له مصاري وبعدين فينا ينقل على مكان تاني عند حدا تعرف عليه، أو شخص بكون تعرف عليه من قبل قال له مثلا بعد شهر فيك تجي تسكن، فبيقضي شهر بالفندق وبعدها بروح عند الشخص هذا وبغير مكان الإقامة تبعه، شي طبيعي عادي كتير. خطاب القدرة المالية اللي هو طبعا إنه هو قادر يغطي كافة نفقاته في فترة ما قبل البحث عن وظيفة، ولهما شرطان، أول شيء خطاب رسمي من الشخص اللي بينتظرك بألمانيا، الشخص العنوان يعني خطاب رسمي، وحساب بنكي من أحد البنوك الألمانية لمدة 6 شهور ما يعادل 4320 يورو. ممكن المبلغ يزيد وينقص، لازم كمان يعرف الواحد حسب مثل ما حكينا حسب الأوراق اللي أو طلبات أوراق طلبات اللي أنت راح تستلمها من السفارة الألمانية. كل شي هذا راح يجي وترجع تقراه من أول جديد، ممكن يحطوا لك إياه بالعربي وبعدين أنت بتعبي كل شي بالألماني، فالأفضل تعبيه بمكتب أو مساعدة أحد الأشخاص اللي بيعرفوا باللغة الألمانية. المزايا التأمين الطبي بيعرفوه كمان أثناء عمل مقابلة بالسفارة الألمانية مثل ما حكينا بالفيديو الثاني، اللي هو لازم يكون وقت تكون عندك مقابلة لازم يكون عندك تأمين طبي. هذا هو كان فيديو لليوم اللي اسمه سميناه شروط أو الأمور اللي لازم تعملها قبل ما تروح على مقابلة السفارة الألمانية للحصول على تأشيرة. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الفيديو الثاني قبل ما نسكر، الفيديو الثاني راح يكون عن الأنتراك أو الملف تبع التقديم على للحصول على تأشيرة لألمانيا، تأشيرة العمل طبعا.